السلام عليكم. مرحبا يا حلوين، مرحبا يا طيبين، يسعد مساكم، يسعد صباحكم، لأنه كل واحد بيرك ببلد، واحد عنده الصبح، واحد عنده المساء، يسعد كل أوقاتكم. تحية معطرة مكوية من عند أخوكم محمد ميرا. على بعد 600 متر، نعم، الاتجاه نحو اليمين. على بعد 600 متر. يعدمني الصوت كتم. اها، حيطتنا على اليمين، وهذا هذول قايلين التركات على اليسار. طب مين بدنا نصدق؟ مين بدنا نصدق؟ والله بنصدق الشرطة. الجي بي اس، هذا تحديد المواقع، عبال لي سمعتوا كني 600 متر روح على اليمين، ولا اتفاجأ في اشارة كاتبة الشاحنات روحوا من على اليسار. هذا الارمل بالشارع، إشارة المرور، شاحنات حيطين سهم على اليسار، وعمو الجي بي اس عم بقول لي روح على اليمين، لذلك بنرد على الشرطة. وبنفس الوقت يعني الشرطة بتعرف هذا الجي بي اس ما لنا فيه. والله رح نضطر نلف لفة المطهرين مثل ما بقولوا، لف الجحا، شو عنده ياخذنا العينتين. هلا ما بقيت امشي على الجي بي اس، هلا بدي امشي على الاشارات. شايفين هاي الاشاره الصغيره حاطين شاحنات تساوي، هاي الاشاره شايفينها شاحنات تساوي. الجي بي اس عم بقول لي روح على اليمين. الله الله، عم رد بقول لي روح على اليمين، فلذلك هلا بنحط الجي بي اس على جنب وبنمشي على الاشارات اللي حيطتها الشرطه. ليش؟ لانه بطالعوني من محل ما بده يطالعني الجي بي اس بعد 7 كيلومتر. جود جوب مان. الله بحبك، ما دايما يمشيك وراي. كنا تسلينا شوي. ايه شباب، اخباركن؟ ايامكن؟ وين الشباب الطيبة؟ لا تعليق حلو، لا سمايل، لا ما بعرف ايش. صحيح في ميزة جديدة باليوتيوب. شاب مدري، صبية، شاب ما بعرف، عم يبعت لي مرة، بعت لي هذا شو اسمه، لا تواخذوني مالي شاطر بهالشغلات، بس انه بعت لي الملصق، هاي سمايل ما بعرف ايش، حقها 6 دولار، 6 دولار و99 سنت. يا زلمة ما بدي شي منك، لا بقى تبعت، والله قطعت لي قلبي، بدي ارجع لك ياهن والله. لا تبعت شي يا زلمة. المهم دخلنا على صفحته، كتبنا له تعليق، شكرناه كذا، قلنا له يا اخي ما بدنا منك شي،
قال لي لك صلي على النبي، قال لي لان احنا عم ندعمك بدنا هالقناة تنشهر. قال لي فيديوهاتك كتير حلوة وحكيك جميل وواقعي، يعني ما عم تحكي على حدا، عم تحكي يلي عم بصير معك. قال لي يا زلمة صار معي ادمان. قال لي ذكرتني من سنتين ثلاثة علقت على مسلسل هذا مراد على مدار. قال لي ليل نهار. قال لي لك ما بيت احسن انام، ايمت من جيتني حيطت مراد على مدار وبيرك. قلت له فعلا مسلسل يا جماعة، عن جد مسلسل بشد بجر قد ما وحلو. وش كم جزء؟ 10 11 جزء يا جماعة. انا لهلا ما بمل منه، لهلا بتفرج عليه قد ما وحلو. ايه قال لي والله صاير معي مثل ما صار وقت اللي كنت اتفرج على مراد على الدار. قال لي بطفي لك فيديو بشغل لك فيديو. قلت له ايوه. عم بقول ليش ابني عم بترن؟ قال لي لا ليش؟ قلت له عم بسمع حدا عم بسبني، انت عم تتفرج على فيديوهاتي والعيله نازله طرق مسبات فيني. قال لي لا 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 يا زلمه والله العظيم عم نبرخ نتفرج على نسمع حكياتك وكذا، نتفرج على الشوارع الحلوة الله يجزيك الخير على راسي يا طيب، كتر الله خيرك. ايه عن جد يعني في كلهم هلا متابعيني، يعني صدقوني ما بعرف شو صار كم متابع، بس تقريبا اذا ما هو النص اكثر من النص بحكي معهم وبحكوا معي. احلى شباب والله، شباب مثل الورد، ربي يحفظكم جميع ويسعدكم ويمدكم بالصحة والعافية. نحن عم نحاول، صدقوني يا جماعة انا عم بحاول انه يعني بلا امر عليكم، والله ما عم بخلي حدا يتضايق مني. هلا قال شاحنات روحوا على اليمين، هلا صار يمشي مع الجي بي اس تبعي. يعني فكرة القناة هي انه انقل صورة شخص عايش بكندا على الواقع، يعني اللي عم يصير معي عم بحكيه وبحطه بالفيديو. مشان ايش؟ عشان اذا حدا اجا صار مثل حكايتي هون، اول ما اجا على كندا ايش بده يعمل؟ فيه يدخل على فيديوهاتي من الاول. وقت جيت على كندا كل يوم بيومه كنت احكي، يعني شي ما يتعذب مثل ما انا تعذب. الله اذا عجبه حكي تبعي مو انه ينفذه، انه يجرب يا اخي، بجوز هو له رؤية غير، بجوز شافني تعذبت ما يعمل اللي أنا عملته، يعمل أحسن مني، أو لا أنا عملت المنيح يعمل مثلي. عرفت علي؟ هاي هي هدفي من الفيديوهات، إنه أحكي الحياة اليومية أولا كلاجئ هرب من الحرب واحتمى بكندا، وكندا استقبلته وش قدمت له وش عطته وش دعمته. وتاني شيء وقت التفتت ورجعت لمصلحتي وبلشت فيها سائق شاحنات، يعني عندي خبرة الحمد لله رب العالمين، عندي خبرة عندي خبرة 20 سنة 18 سنة قبل ما اجي على كندا. انه عم بحاول انقل كل شيء عم يصير معي لاخوتنا واحبابنا واصحابنا،
يعني ما يعملوا الأغلاط اللي أنا عملته، مو لأنه أنا عم بحكي تقولوا ها زلمي ما بيغلط بدنا نعمل مثله، لا، في شغلات أنا عم بعملها عفوا لا تأذوني مرضان و... في شغلات أنا عم بعملها بتكون غلط وبحكي لكم عليها. نرجع لكم إن شاء الله في فيديوهات تانية لأنه الطريق طويل. دمتم ودامت المحبة. أخوكم محمد بيرة. السلام عليكم.